ودلوقتي بقى جه ميعادنا مع تقرير البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا، واللي بنعرف منه ايه الكتب والروايات اللي محققه مبيعات كبيره خلال الاسبوع اللي فات. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع ما بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً من جديد رواية لوكاندد بير الوطويط للكاتب أحمد مراد، والتي تحكي عن سلسلة اغتيالات تكشفها جريمة مصرع أحد البشوات. تأتي في المركز الثاني رواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، والتي يأخذنا فيها الكاتب إلى حدث ديني وتاريخي هام. ثم جاءت رواية يوتوبيا للكاتب الكبير الراحل دكتور أحمد خالد توفيق في المركز الثالث، والتي تدور أحداثها في المستقبل في عام 2023. وتنقسم مصر على غرار الرواية إلى طبقتين، طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، وتتوالى الأحداث. في مجال التنمية البشرية جاء كتاب علاقات خطرة للكاتب الدكتور محمد طه ليحتل المركز الرابع، ويوضح فيه الكاتب كيف أن العلاقات المؤذية هي أكبر سارق للحياة. تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً بالمجموعة القصصية من قتل مريم الصافي للكاتب محمد المنسي قنديل، والتي تضم 14 قصة يربط بينها جميعاً أسلوب الكاتب الجذاب.